اهلا بكم مره تانية. امبارح اتكلمنا على حكايه هو احنا ليه كمصريين مش مركزين في هويتنا، يعني ليه بنخلط بين الدين وبين الهويه؟ ليه مثلا المسلم الماليزي والمسلم الايراني والمسلم التركي والاندونيسي فخور انه مسلم وفي نفس الوقت فخور بتاريخ الفرس او تاريخ العثمانيين، تاريخ هو عنده بتاع دولته، ده لا يتعارض مع ده اطلاقا. احنا خدعونا فقالوا ان احنا ان الفراعنة دول حاجة، لا خلاص ده كانوا معرفش، لا احنا لازم زي ما نفتخر اننا مسلمين بنفتخر ان احنا من اصل اعظم حضارة في العالم. دايما الست المصرية، يعني انا امبارح حتى عاولتها بضحك، قلت يا جماعة انا جدتي مش حنظلة بنت بلتعة، انا جدتي حتشبسوت، جدتي ام احمس اللي التاريخ بيتكلم على قد ايه الام المصرية كانت قوية، جدتي هي نفرتيتي اللي عملت وحربت في حاجات في عظمة في تاريخنا محتاجين بالذات في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي دي والاحباطات اللي حوالينا ان احنا نفهمها ونسمعها عشان نعرف قد ايه احنا كنا عظماء وقد ايه ان عندنا جينات ان شاء الله ان نرجع تاني عظماء. مفيش احلى بقى حد او اجمل من حد تسمع منه الحكايات دي يعني تحلق معاه في سماء المعرفة وسماء الخيال المصري القديم اكتر من استاذ دكتور وسيم السيسي، استاذ جراحة المسالك بكلية الطب، ولكن هو عالم المصريات الشهير اللي انا شخصيا بنتظر مقاله من اسبوع لاسبوع ويمكن بقرا مرتين او ثلاثه من كتر ما بستمتع بيه. اهلا وسهلا دكتور وسيم. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك دكتور. النهارده مش عايز اتكلم خالص، انا عايز حضرتك تحكي لي زي ايه ما بنتكلم مع بعض وتحكي لي حواديت الفراعنه. احكي لي اولا، حضرتك بتعترض على كلمه الفراعنه؟ خلينا نبدا بدي، احنا مش فراعنه؟ لا طبعا. الكلمه ده هي واحد اسمه فلاندرز بيتري، هو رجل يعني بريطاني المولد ولكن صهيوني الهويه، فهو عاوز يعني مفروض ان احنا نفصل بين العلم والدين. العلم يبحث في الموجودات والدين يبحث في الغيبيات، تماما زي ما نطلبش من العين انها تسمع ولا من الاذن ان ترى. ففلاندرز بيتري عاوز يثبت في التاريخ ما جاء في التوراة، ومنها كلمة فرعون وفراعنة والى اخره. فالمهم قاعد يدور في الخراطيش، والخراطيش دي جمع خرطوش، والخرطوش دي كلمة يونانية من كارتوش، إنما الاسم المصري بتاعها هي شن رن، اللي هي الإطار البيضاوي ده اللي اتكتب فيه أسماء الملوك وصفاتهم. عندنا 561 ملك مصري، كل واحد له 5 خراطيش وكل خرطوش فيه صفات إن يدور في الخراطيش ده هي عن كلمة فرعون ملقاش، يدور على كلمة حتى برعة اللي هي البيت العالي موجودة كفوكابلري ككلمة معروفة، إنما داخل الخرطوش لا. فين مر العصر بتاع الـ30 دولة أو الـ31 أسرة، وبعد كده جاء الفرس، وبعد الفرس الإسكندر، وبعد الإسكندر البطالمة، لقى في خرطوش. الاسم المصري لخرطوش هي شن رن، وعشان كده لغايه النهارده ما يبقى في اسم كبير تقول ده لو شن ورن، هي كلمه مصريه قديمه ماخوذه من الاسم القديم. فلقى في الشن رن بتاعه بطليموس الثاني كلمه برعه، فابتدى يفعص في الكلمه دي ويقول برعه تبقى فرعه، وفرعه تبقى فر او، وفرعه تبقى فرعون، ادي يبقى كلمه فرعون، وأطلق الكلمة دي على كل ملوك مصر من أولهم لآخرهم وسموهم فراعنة. مفيش حاجة اسمها فراعنة. عمل بقى حاجة أخطر. هو إيجيبتولوجيست عظيم، يعني عالم مصريات محدش ينكر، يعني هو اللي وجد أنشودة النصر اللي هي الجرانيت، اللوحة الجرانيتية اللي موجودة في المتحف المصري لغاية النهاردة الحمد لله ما اتسرقتش يعني، وهي يمكن ارتفاعها بتاع حوالي 3 متر او 4 متر وعرضها حوالي 2 او 1.5 متر، ومرنبتاح الابن الـ13 لرمسيس الثاني كاتب فيها انتصاراته، فمن ضمن اللي كاتبه اما حوره ليا فلسطين فقد اصبحت ارملة لمصر. طيب وكل دي كانت شعوب بحر، يعني كلها قبائل، وكانوا دايما يهاجموا مصر، وكانت مصر مضطره انها تطلع يعني تحطهم عند حدهم، يعني تربيهم وتأدبهم، يعني اللي ما كانتش دول زي ما هي موجوده دلوقتي. اما كلمه بقى من 6 حروف،
رشتين اللي هي الايه والمزلاج اللي هو السين والشفتين اللي هي الر في الهيروغليفيه، وريشه واحده يعني ايه خفيفه، والصقر يعني الف، وشفتين تبقى ايه تقرا يسريار. فهو راح مفعص في كلمه يسريار وقال لك يسريار تبقى اسريار، اسريار تبقى اسرير، اسرير تبقى اسرائيل، وراح مسميها لوحه اسرائيل. عبد الحليم نور الدين وعبد العزيز صالح والاخره قالوا لا ده دي من قبائل البحر وكانت موجوده في قرب الاردن الحاليه دلوقتي، ودي ملهاش دعوه باسرائيل. انما ما حدش سال فيهم، انا طبعا الصوت اللي جاي من بره عالي وقوي وهم بيأيدوه، لغايه ما اخيرا دكتور حمزه وهو عميد في كليه الاثار واستاذ بيدرس دراسات عليا، محاضره اخيرا ما فيش من شهر اعلن فيها ان العالم الفنلندي فلان الفلاني بيعمل بحوث في اليونان وفي جزيره كريت، واذ به يجد قبائل يسريار منتشره في جزيره كريت وفي جنوب اليونان. هو ده باليهود او الاسرائيل دايما ان هم يحاولوا حاسين دايما ان هم محور العالم وان العالم كله بيدور حواليهم، يعني ده هي دي الفكره. كلمني يا دكتور عن المرأة. لا اللي بيدفعهم اكتر من كده اللي قاله سيجمنت فرويد عنه في كتابه موسى والتوحيد، قال عقده اليهود الازليه هي الحضاره المصريه القديمه، دي عقدته، لان رعاة غنم جنب معمار شاهق وعلوم حديثه وحاجه يعني هبل الدنيا لغايه النهار طبعا. فطبعا دي عامله لهم عقده كبيره قوي، وعشان كده يسفهوا من تاريخنا، يحاولونا ان احنا ننسى تاريخنا، واللي ما بيقدروش عليه يقولوا احنا اللي عملناه، زي الهرم مثلا على سبيل المثال اللي بيقولوا احنا اللي بنينا الهرم والى اخره. طيب المراه، هنرجع لموضوع الهرم ده مهم، بس انا مهتم قوي بالمراه في العصر انا هقول فرعوني ككلمه درجه مش هتزعل مني يعني. أوكي. المراه المصريه عند الفراعنه زمان، ممكن تحكي لي عنها؟ يكفي ان في وثيقه الزواج كان هناك بند على لسان المراه تقول فيه اذا هجرتك كزوج ارد لك مهرك ونصف ما جمعناه في حياتنا الزوجيه. كانت شريعه الزوجه الواحده كانت هي السائده، ممكن يتجوز اكتر من واحد، انما كان حتى الطلاق هي من حقها التطليق، انما اذا طلق الرجل بدون سبب مهم كانوا يطلقون عليه سلوك الرجل الاحمق، وكان الرجل يتشائم جدا اذا كان هناك حلم بان هو من جنب بيته خد قارب وارتحل بيه بعيدا عن البيت، يبقى ده يؤذن او فأل سيء بالطلاق. يعني يكفي ان في الاسره الثانيه رئيسه قسم الاسنان كانت اسمها بيسيشيت، وكانت تزرع الاسنان لان زراعه الاسنان كانت موجوده، لدرجه ان في برديه اظن في ادون سميث اللي هي برديه طبيه، اولا لما كان يبقى توأم وتوأم يموت يحتفظوا باسنانه عشان التوأم اللي على قيد الحياه اذا احتاج درس او سنه ياخد السنه المناسبه ويزرعها ويثبتها بسلوك من دهب. والشيء الغريب بقى يقول ايه؟ اذا كان الزرع من توأم فهي تثبت، اما اذا كانت من قريب او غريب فهي لا تثبت، اللي هي مساله الطرد بقى اللي احنا بنعمله دلوقتي مع الكلى، الماتشنج والتيشو تايبنج والحاجات اللي زي ده. المرأة المصرية كانت دكتورة أسنان، دي كانت طبيب وكانت موسيقية وكانت كاهنة وكانت ملكة وكانت أميرة، وكان ما فيش حاجة ما بتعملهاش، وكانت ما كانش في محاماة في مصر القديمة، كانت المحاماة ظهرت بس أيام الرومان، إنما كان من حق المواطن المصري رجل أو امرأة أن يذهب إلى المحكمة وأن يشكو، فإذا ذهبت المرأة تشكو زوجها كان ينظر أول مرة، وكان ممكن تشكو إيه؟ بقسوة من اليد أو اللسان. لسانه طويل علي. يجي لك بيضربه زمان برضه ولا؟ قد يكون، إنما كان نادرا يعني، ده لدرجة إن كانت تقديس المرأة كانوا يسمونها صانعة النساء والرجال وشريكة الإله في الخلق. او زي اكتر من كده تاني معلش يا دكتور، كانوا بيسموا المراه صانعه إيه؟ النساء والرجال، انها هي اللي بتولد الراجل والست، الراجل بيعمل ايه يعني، هو عامل مساعد بالنسبه له،
وشريكة الإله في الخلق. وحتى في صلاته الربانية كان يقول أيها الواحد الأحد، اللي بيقولوا عليه تعدد آلهة ومش عارف إيه، الذي يطوي الأبد، يا مخترق الأبدية، يا مرشد الملايين إلى السبل، يا من يجعل الجنين يكبر في بطن أمه. يعني القوة الإلهية بتساعد المرأة وهي بتقوم بدور في إنها تجعل الجنين يكبر في البطن. فتقديس المرأة لدرجة إن وجدنا بردية عجيبة جدا في أحد مقابر الزوجات لما ماتت، زوجها راح وساب لها بردية يقول لها لقد فارقني الحظ الجميل منذ أن رحلت عني، لقد كنت أقدم لك العطور والطعام والشراب وكل شيء، لماذا أنت غاضبة مني؟ لأن الحظ السيء يلازمني منذ أن فارقتني، أرجوك أنت تعرفين كم كنت أحبك، ارضي عني. إلى هذا الحد إرضاء الزوجة إذا توفت بعد الموت. يعني كانت العلاقة الزوجية متكافئة، ما كانش فيها، مش زي الجزيرة العربية مثلا السبايا والجواري والكلام ده، ما كانش موجود. الفرق بين الحضارة النهرية والثقافة الرملية، الحضارة النهرية قائمة زي ما سيادتك قلت امبارح، النحن، يعني النحن عشان نقدر نزرع ونحصد ونصد خطر الفيضان، هي حضارة من ثمارها التعاون والحب والقيم. وعشان كده حتى الفيلسوف الألماني هيجل قال أن الحضارة لابد أن تمر بمرحلتين، إنفراستراكشر، الإنفراستراكشر هي الزراعة والصناعة عند هيجل، التي منها تتولد القيم وتبقى سوبر ستراكشر اللي هي قانون الأخلاق بقى اللي موجود. والراجل عبر عن حاجة جميلة جدا عند العبرانيين، العبرانيين ما عندهمش الإنفراستراكشر، ما فيش لا زراعة ولا صناعة، هم طول عمرهم عايشين على تجارة على الكلام ده كله، فدخلوا في مأزق، منين يجيبوا السوبر ستراكشر دايا اللي هي القيم دايا كلها؟ فهيجل يقول ايه حلوا هذا المأزق؟ بأن قالوا these are God's orders، هذه أوامر الله اللي هي التعاون والحب وإلى آخره. إنما ما فيش الإنفراستراكشر اللي بيتكلم عليها هيجل. الحضارة النهرية قائمة على الحب والتعاون، الثقافة الرملية عشان الندرة، هنا وفرة هنا ندرة، نتيجة الندرة كان ما قبل الإسلام ما يسمى بالتصبيح، قبيلة تصبح قبيلة بقتل الرجال والاستيلاء على النساء وبئر الماء غصبا عنهم، طبيعة قاسية بالنسبة لهم، يا أنا يا أنت عشان نعيش. إنما في الحضارة النهرية أنا وأنت عشان نعيش، أنا لوحدي ما أقدرش. هناخد فاصل وهنرجع اسال حضرتك بقى عن اسرائيل، لو دوله اسرائيل الحاليه في الحضاره المصريه كان وضعها ايه او قصتها ايه. نطلع فاصل. اهلا بكم مره تانية. قبل ما ندخل في قصه اسرائيل، دكتور وسيم كان ليه مقال قوي جدا ضد، يعني مش ضد، يعني بيناقش فيه الانبا بشوي لما قال إن المسلمين ضيوف على مصر من 14 قرن. ممكن تحكي لنا دكتور قصة المقال؟ أنا استغربت لما يعني الكلام ده هو نتقال، لما الأنبا بشوي قال إن إحنا استضفناكم بخاطب المسلمين لمدة 14 قرن، وكأن يعني المسلمون غرباء عن هذا البلد. فأنا رديت عليه وقلت له يعني معنى كده إحنا كنا غرباء على المصريين القدامى لما سبنا الأمونية واعتنقنا المسيحية، وهل أصلاً يعني لما جزء منا اعتنق الإسلام أصبحوا غرباء وأصبحوا ضيوف على المسيحيين؟ وبعدين الكلام ده هو لا يتفق علمياً على الإطلاق، إحنا شعب واحد منذ آلاف السنين، ده يعني شعب واحد من 55,000 سنة مضت، وده مش كلام، ده كلام مجموعة علماء في كامبريدج، وكامبريدج أنا اشتغلت فيها سنين طويلة في آدم بروكس هوسبيتال في كامبريدج بقيادة مارك جوبلينج، بيعملوا دراسة من 55,000 سنة فاتت، هل جينات الأسيويين والأوروبيين جاي لهم من أثيوبيا ولا جاي لهم من مصر؟ فنتيجة البحوث بتاعتهم نشروها في 24/6/2015 2015 سنة فاتت، تحت عنوان في مجلة اسمها American Journal of Human Genetics،
تحت عنوان ضخم Egyptians in all of us، المصريون فينا جميعا، وأن جينات الأسيويين والأوروبيين جينات مصرية. مصر بقى لها 55 ألف سنة فاتت، وهي أكتر من كده في دراسات تانية إنها تمتد. طب واللي موجودين دلوقتي دكتور دول يعني ساعات احنا يعني احنا لازلنا دول احفاد العظماء، احنا احفادهم دول. احنا احفادهم، احنا احفادهم. الدراسات الحديثه بتاعت مارغريت كاندل والدكتور العميد الدكتور طارق طه في القوات المسلحه رئيس قسم، يا ريت تستضيفه مره حضرتك، في رئيس قسم البصمه الوراثيه والمناعه، قدر يؤكد كلام مارغريت كاندل ان جينات المسلمين والمسيحيين واحدة في 97.5% من العينات اللي هو خدها وهي خدتها، وأيضا 87.5% من جينات توت عنخ آمون موجودة فينا احنا المصريين، فنحن أحفاد هؤلاء العظماء. يعني موجودين ال 90 مليون مصري النهاردة دول 87% من جيناتهم، 87% وممكن أكتر كمان من توت عنخ آمون. بس احنا اللي عملناه بالنسبة لتوت عنخ آمون، لكن احنا ما جيناش من الجزيرة العربية ولا جينا مع الجزيرة العربية ولا الكلام ده. الجزيرة العربية ممكن يبقوا أحفادنا يعني، إنما ما يعني إزاي بقى دكتور يعني الفراعنة هم اللي بنوا الكعبة؟ القدماء المصريين حضرتك اللي قلت أنا هقول لك حضرتك. أولا كلمة كعبة كلمة مصرية قديمة اسمها كعبة، وكعبة دخلت في الإنجليزية وبقت كيوب يعني مكعب، ودخلت في العربية زي 15,000 كلمة مصرية قديمة وأكثرهم دخلت في العربية وبقت كعبة. التي بناها إدريس، وإدريس رسول، وإدريس 5500 قبل الميلاد، وجاء ذكره في القرآن الكريم، أذكر في الكتاب إدريس كان صديقا نبيا. فإدريس بنى الكعبة في الجزيرة، بنى كعبات كثيرة أيضا، بس هي دي اللي استمرت. طب وإدريس كان مصري؟ طبعا كان مصريا، تعرف خطط المقريزي وكل التراث الإسلامي أنه كان مصريا، وهو يعني أول دين ظهر هو كان إدريس، والخضر والقمان مصريين. وبعدها أنا ابتعد كثيرا لي يعني الآية القرآنية اللي بتقول أولئك الذين يخرون للأذقان سجدا، ما هم صورهم في المعابد وصورهم في تل العمارنة صفوف صفوف ساجدين بدأنهم حتى يواجهون الإله بوجوههم، وأمامهم إمام. يعني إيه إمام؟ اللي هو الإمام دلوقتي. الصور دي موجودة، يا ريتني جبت لك الصورة دي معايا يعني. موجود أولئك الذين يخرون للأذقان سجدا، ما فيش حد بيسجد بدأنه غير أجدادنا. فكلمة صوم كلمة مصرية قديمة، كلمة دين من دي يعني خمسة، والنون شعيرة دينية كلمة مصرية قديمة معناها الشعيرة الدينية الخمسية، كلمة حج كلمة مصرية قديمة يعني النور أو الضياء، وكلمة آز كلمة مصرية قديمة معناها، وتجدها في القواميس المصرية ساقين ومكتوب تحتها المتجه إلى حج آز المتجه إلى النور، اللي بقت حجاز كلمتين مصريتين. كلمة ماعو كلمة مصرية معناها الزكاة، والنون شعيرة دينية، ماعون يمنعون المعون يعني يمنعون الزكاة، كلمة في القرآن الكريم. فمصر القديمة كانت العقيدة بتاعتها خماسية قائمة على التوحيد، والتوحيد مكتوب في نصوص الأهرام ومتون الأهرام، وموجودة في هرم أناس يانوك نيتر، أنا الإله، وع يعني واحد، واعو أحد، خبر داس أف موجد نفسي بنفسي، نن نط لستو سنو أف ليس مثلي أحد، ليس لي كفوا أحد، في أكتر من كده. ونقول عليهم أن هم آلهة متعددة، عرفوا التوحيد ما كانش فيه الآلهة كتير زي ما كنا طبعا. ومسألة إخناتون دي هو كان يريد أن يفرض مذهب مش يفرض توحيد، توحيد معروف من قبل إخناتون بآلاف السنين. طب يا دكتور عشان الوقت، في قصة حضرتك حكيتها لي عجبتني قوي بتاعت الجراح الرمد الأمريكاني، عايز أسمعها على الهواء. ده صديقي الدكتور يوسف رفعت، وهو صيدلي ومن أسرة صيادلة، يعني والده صيدلي وجده صيدلي، فهو بيحكي لي يقول لي إن هو معاه جنسية أمريكية، فراح يعمل عملية كاتاركت اللي هي المية البيضاء، ودي تسمية مصرية لأن كاتاركت معناها شلال المياه، وشلال المياه دايما هو نازل في الشلالات تبقى بيضة، فالعدسة بتبقى تتحول زي ما كنت دهنتها جبس كده تبقى معتمة، فما بيشوفش.
فالمهم رايح يعمل العمليه دهيا، فبيقول لي الجراح داخل كده ومتعقم وبتاع، وقبل ما يدوني البنك فبيقول له مين اول واحد بقى عمل عمليه ميه بيضة؟ قلت له ما اعرفش. قال له ما تعرفش؟ يور جراند فاذر، جدك. قال له انا ماي جراند فاذر فارماسيست، صيدلي. يقول لي انفجر ضحكا وقال له جدك من الاف السنين، قدماء المصريين هم اللي عملوا الميه البيضاء. بيقول لي بيت مكسوف من نفسي واقول ايه، الراجل الامريكي عارف تاريخي وعارف انجازات مصر. يعني الفراعنه عملوا عمليات ميه بيضاء من الاف السنين، وعملوها مرسومه على الجداريات، وكانوا بيعملوها باسهل ما يمكن، ولا زالت تتبع لغايه النهارده في بعض القبائل الافريقيه البدائيه. يدخل بابره رفيعه قوي ما بين القرنيه وما بين البياض بتاع العين اللي هي السكليرا، ويحرك العدسه المعتمه دي تقع في الخزانه الاماميه تسيب مسار الضوء، المريض يشوف. طب ايه تاني يا دكتور في الطب عند الفراعنه؟ ده يكفي ان هم، وانا قلتها، كان في مانشستر يونيفرسيتي مع المركز القومي للبحوث وعاملين ثلاث ايام فارماسي ان ايجيبت، انشنت ايجيبت اللي هي الصيدله في مصر القديم. بالمناسبه دي كلمه فارماسي جايه من كلمه فارماكا المصريه القديم، معناها بيت الشفاء والصفاء، اللي دخلت منها فارماكولوجي وفارماكوكنيزي و الى اخره. فهم اللي عرفوا، وانا يوميها بقى طلبوا مني بيبر عن الادويه في مصر القديمه التي استخدمت في المسالك البوليه والكلى وامراض الذكور. فقسمتها الى ثلاثه، ادويه جايه من نباتات، وادويه جايه من حيوان، وادويه جايه من كيمياء. فبعدين جيت على الادويه اللي جايه من كيمياء، هم عرفوا الانتيمون اللي هو احنا كتبناه اللي هو الترطير، كانوا بيعالجوا بيه. قلت لهم انتم مسمينها بالهارز، هي بالنسبه لتيودور بالهارز الراجل الالماني، هي المفروض تتسمى ايجيبتيزس نوت بالهارزيزس. ليه؟ احنا اللي عرفنا الدوده وسميناها حرارت، وعرفنا المرض وسميناه عاع اللي انتم بتكتبوه اي اي اي، وعرفنا الدواء اللي هو الانتيموني. ولكن لان مصر ما كانش عندها سرنجات، عملته على هيئه لبوسات، فكانت تحط فيه الانتيموني بالجرعه الموزونه وتحطه ريكتالي، حراره الجسم تسيح اللبوس، يطلع الانتيموني يجري للدوره الدمويه يروح للدوده يموتها. كانت رئيس قسم الايجيبتولوجي المصريات في مانشستر بروفيسور روزالي قامت وصرخت وقالت These people were genius، هؤلاء الناس كانوا عباقره. وقالت لي يا ريتكم استخدمتوا طريقتهم اللي هي اللبوسات بدل الحقن، ما كانش فيروس سي فتك بيكو بالشكل ده. لا، فيروس سي جاء من الحقن، ما كانتش بتتعقم واو واو الى اخره. فعملوا عمليات البتر، عملوا عمليات الفتاء، عملوا عمليات الانيوريزم اللي هي تبص الشريان ماشي كده ويتمدد معرض للانفجار، فكان يفتح على الفيدنج فيسل اللي هو بيعمل مش عارف اسمه ايه بالعربي الانيوريزم ده، ويقفل الشريان المغذي فيضمن ان دي ما تفرقعش الانيوريزم اللي موجود ده هون. وعشان كده هو الدكتور محمد فياض كان في مؤتمر في سنغافوره وكان بيتكلم عن هيستوريكال ميديسين، وبيقول ازاي ان هم كانوا يعرفوا الست عاقر وهتحمل ولا لا بفصوص التوم فاجينالي مهبليا. التوم فيه زيوت طياره اسمها اليسين، اذا كانت انابيب فالوب سالكه زيوت الطيار ده تمشي فيها يمتصها الجسم، يطلع رائحة التوم عن طريق التنفس، فيجي بعد 8 ساعات يشم رائحة تنفس الزوجة، فزرع رائحة التوم يبقى أنابيب سالكة يقول له هتحمل. اللي احنا بنعملها دلوقتي بالليبيدول، الليبيدول اللي هي الصبغة اللي تمشي في الأنابيب، إذا ما لقاش رائحة التوم يبقى الأنابيب مسدودة، ويقول له أنا آسف إنها مش هتحمل. يحكي الدكتور محمد فياض في كتابه المرأة في مصر القديمة، يقول إن كان رئيس المؤتمر اسمه جرين أرميتاج، قال له this clearly indicates، هذا يدل بوضوح ان قدماء المصريين كان لديهم درايه واسعه بدقائق الجسم البشري، وطبعا اكتسبوها من التحنيط، لان التحنيط طبعا بيفتح ويروح هنا وهنا وهنا، فعارف الجسم بيمشي في ايه بالظبط، عارف في ايه كل حاجه. يعني دكتور وسيم والله انا مش عايز الحلقه تخلص، بس للاسف الشديد يعني انا اول مره ابقى زعلان ان الحلقه خلصت، بس لابد ان احنا ناخد سلسله حلقات، وعايزين نقسم في الحلقات دي يعني الطب عند الفراعنه، الزراعه عند الفراعنه، الصناعه، الحروب، لان انا يعني الحروب دي حدوته كبيره، الحروب، حقوق الانسان، يعني دي كلمه اخيره، يعني جنيف لسه ما وصلش لما وصلت اليه مصر من الاف السنين، كان القانون يحتم على 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 الملك
إذا أعلن الحرب أن يكون في مقدمة الصفوف، ويا ما استشهد من الملوك. وعندنا في المتحف المصري سقن نراع وابن كاموس وكلهم كانوا ملوك، ويحتم على الجندي المصري أثناء العودة أن يحمل ابن الأسير على كتفه وأن لا يسفه من عقائد الأسرى وأن لا يأخذوا شيئا من الغنائم. وأحد الجنود خد حاجة هو راجع، فالقائد بتاعه قال له مصر غنية ليست في حاجة إلى هذا، القيها في النهر. الله ورماها. الله دكتور، والله أنا مستمتع ولنا لقاء عاجل جدا قريبا. شكرا. يعني مفيش كلام يتقال بعد كلام دكتور وسيم السيسي، ومفيش إيجابية أكتر من أن أعرف أن إحنا أولاد أصول. يعني إحنا فعلا حضارة، يعني شوف حقوق الإنسان، ميثاق حقوق الإنسان، والله ما فعلا جنيف ما وصلتلوش. يعني واحد بيقول لك الغنائم، بيقول له ارميها في مكانها، مصر غنية مش محتاجة. أخلاق وقيم وحاجات، أتمنى أن مناهجنا الدراسية تلتفت للكلام ده. تاني هقول ده لا علاقة له بالعقيدة الدينية على الإطلاق. أكم من العلماء دول ناس مصلين ومتدينين وعرفوا ربنا وكله، ده علم وده دين. مفيش مانع ان انا اخد قراني السمح وادرسه وادرس ديانتي سواء مسلم او مسيحي عايز اقول بشفافيه وبثقه وبهدوء، وفي نفس الوقت ادرس تاريخ اجدادنا العظماء دول في كل مراحل الدراسه. الطفل المصري لازم يعرف اجداده قد ايه كانوا عظماء، لازم المناهج تتملي بالافكار دي، ويعني ترفع عندنا حته العزه والكرامه والفخر قد ايه كنا عظماء وقد ايه كنا بنسود العالم وكنا بنحكم العالم. وإن شاء الله هنرجع أحسن وأحسن طول ما عندنا ناس عظماء زي دكتور وسيم. نشكركم. شكرا جزيلا.